دايما باستمرار كده احنا ايه بنوجه الاضواء على الافلام اللي دايما يعني الحمد لله بتحقق نجاحات مختلفة في معظم المهرجانات. النهاردة احنا يعني هنتكلم وهنسلط الضوء على فيلم اسمه توك توك. هو فيلم مصري بيشارك في مهرجانات ولسه مؤخرا ان شاء الله هيشارك في مهرجان فرنسي دولي. والفكرة بتاعت الفيلم بتدور حوالين السيدات او المرأة او دور المرأة في المجتمع عامل ازاي، وهو ان المفروض يعني ان زوجها بيسافر بطريقه غير شرعيه يعني لاحدى الدول، والمفروض هي تتحمل المسؤوليه بشكل مختلف بقى وبشكل يعني خاص شويه، ان هي بتكون سائق او سائقه توك توك. وهنا بقى بنشوف بقى بعض الحاجات اللي ممكن تتعرض ليها، ولو بنتكلم بقى ان ممكن تحرش اللفظي وخلافه طبعا من الحاجات اللي ممكن اي سيده تتعرض ليها لو بتقوم بمهام الرجال يعني. بالظبط كده. يمكن كمان الفيلم بيسلط الضوء اكتر على فكره لما ست بتشتغل شغلانه بتصنف انها ذكوريه، الشغلانه دي ممكن تعرضها زي ما فاروق كان بيقول كده لتحرش لفظي او جسدي، او فكره ان هي لازم طول الوقت تبقى مداريه انوثتها ومداريه ملامحها وطول الوقت بتلبس لبس معين وبتتكلم بطريقه معينه وبتتصرف بطريقه معينه عشان ما حدش يضايقها، ده غير طبعا التنمر اللي بيحصل او مهاجمه ونقد المجتمع ليها طول الوقت. خلونا دلوقتي نروح نشوف برومو للفيلم ونرجع نكمل كلام. يلا بينا. والله يا جماعه يعني الفيلم معمول بمنتهى الاحترافيه بجد، يعني اللي يشوف الفيلم ده ما يقولش ان هو فيلم قصير مثلا او فيلم مش هيشارك يعني في مهرجان ممكن الافلام القصيره، لا هو فيلم معمول بمنتهى الاحترافيه. وكلهم طبعا كمان يمكن اللي شاركوا في الفيلم ملكة جمال مصر وهي إلهام وجدي سابقا يعني، مع مجموعة من الفنانين منهم أشرف مهدي ومحمد خميس وعمر راشد وماري جرجس وندى أكرم، وكمان هو من تأليف شريف عبد الهادي ومحمد خضر. طيب احنا عشان بقى نتكلم اكتر عن فيلم توك توك معانا دلوقتي على التليفون المؤلف شريف عبد الهادي عشان يحكي لنا اكتر بقى عن الفيلم. ألو، مساء الخير. مساء النور نورة، ومساء النور أحمد، وعلى كل السادة المشاهدين شكرا جدا لكم، منورنا جدا. ويعني إن شاء الله كده الفيلم بعد المشاركة يحصل على مركز مهم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله، والشرف لي إن أنا موجود معك. ربنا يخليك، شكرا. طيب أستاذ شريف، كده في البداية فكرة الفيلم إنه ست تشتغل على توك توك جات لك إزاي، أو هل شفت ده أصلا في الواقع وإنت ماشي في الشارع؟ يعني احكي لنا أكتر. طيب هقول لحضرتك كده في عجالة شديدة، أنا اسمي شريف عبد الهادي، كاتب روائي وسيناريست، صدر ليا 7 كتب ما بين روايات وسيناريوهات ومقالات، وليا تجربة فيلم سينمائي طويل. بس في الحقيقة تجربتي في الفيلم القصير توك توك كانت مختلفة عن كل حاجة اشتغلت فيها قبل كده، لأن أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية قريتها في المواقع الإخبارية عن زوجة اسمها ولاء فعلا. اتعرضت لظروف مأساوية في غاية الصعوبة والألم، اضطرتها إن هي تحلق شعرها وتنزل تشتغل على توك توك في منطقة شعبية عشان تساعد أسرتها وتنقذهم من الضياع. وده بطبيعة الحال بيترتب عليه تعرضها لمضايقات شديدة جدا من عالم الإجرام، من الناس المتحرشة، من الناس اللي بتشتغل على التوك توك وبتستخدمه استخدام غير مشروع. وقت ما قريت قصة ولاء مع صديق المخرج محمد خضر، قلنا في وقت واحد الموضوع ده ينفع يكون فيلم أو مسلسل، فبدأنا نشتغل عليه ولجأنا لبعض الجمعيات الخيرية عشان نعرف تفاصيل أكتر عن السيدات الغارمات اللي اتحبسوا بسبب إن هم حاولوا ينقذوا أسرهم واستلفوا مبالغ مالية ومضوا قصادها شيكات وإيصالات أمانة بسبب إن هم يحاولوا ينقذوا الأسرة لكن ما قدروش يسددوها فاتحبسوا. وفي أوراق وقضايا الغارمات لقينا تفاصيل تانية كتير جدا بدأنا ندفرها في حكاية ولاء، لحد ما لقينا إن عندنا حدوتة سرية فيها تفاصيل مهمة جدا تستحق إن احنا نعملها في فيلم. وقرر محمد خضر وقتها إن هو ينتج ويخرج الفيلم، وقال لي نبدأ بفيلم قصير وندخل بيه المهرجانات وبعدها إن شاء الله نحوله فيلم روائي طويل. ومن هنا بدأت الحكاية. لا عظيم جدا يا شريف بجد، والله ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله. طيب كلمني بقى عن التعاون اللي حصل ما بينك وبين محمد خضر، يعني إزاي تم التعاون ده في الكتابة، وكمان اتنقل يعني إزاي بقى على الشاشة كصورة يعني؟ تمام. هو أنا ومحمد خضر بتجمعنا صداقة بدأت من حوالي 2016، وعاملين مع بعض برنامج على اليوتيوب اسمه لمبة، وبيننا وبين بعض أكتر من مشروع كنا شغالين عليه. تمام. لكن ما كناش عارفين المشاريع والأفكار اللي بنقعد نتكلم فيها أني فيهم اللي هنبدأ. سبحان الله، زي ما الأفكار رزق والصداقة رزق ورأس المال رزق، المشاريع نفسها كمان في وقت تنفيذها ده بيبقى قدر، كل حاجة مقدر ليها إن هي تتعمل في الوقت المعين من غير ما أنت تبقى عارف إن أنت هتعمل ده. صح.
الظروف كلها بتدفعك دفعا لغايه لما انت تلاقي نفسك فجاه بدات تشتغل والامور كلها بدات تتيسر حواليك. وزي ما بيقولوا علامه الرزق التيسير. فهو المشروع ده احنا اتكلمنا عليه ضمن مشاريع تانية، لكن سبحان الله فجاه دونا عن غيره من المشاريع اللي احنا بنتكلم فيها ومشاريع تانية قبل منه كتير كنا بنتكلم فيها، لان الموضوع كل الظروف تهيأت لي. الجامعات الخيريه اللي ادتنا تفاصيل القصه اللي احنا لقيناها، دور على جهات انتاجيه تشاركوا في انتاج الفيلم اللي متيسر من عند ربنا يعني. طبعا الحمد لله. عايز اقول لحضراتكم ان الفيلم رغم ان هو فيلم قصير لكن واخد ميزانيه كبيره جدا، لان احنا اعتمدنا على التفاصيل الاحترافيه في التصوير، في كرو العمل. المناطق اللي صورنا فيها، صورنا في منطقه الحطابه اللي هي جنب القلعه، ودي منطقه شعبيه فيها مهمشين وفيها ناس شعبيين، عشان خاطر التفاصيل اللي تبقى ظاهره على الشاشه تبقى حقيقيه، تفاصيل حقيقيه جدا. الناس اللي حتى اللي موجوده المهمشين مش مجاميع، دي ناس حقيقيه. ودي كانت تجربه مكلفه ومرهقه جدا، ان انت تقدر تعمل ده وتسيطر على الناس وقت التصوير. يعني كل التفاصيل اللي فيها كانت صعبه، وكمان التفاصيل الاحترافيه الثانيه كمان في التحضير، الكاستنج اللي اتعمل. مش فكره ان احنا ناس عايزه تخش تصور معانا او تبقى بطله فيلم في يلا نجيب اللي موجودين من على القهوه، لا ده احنا تعبنا جدا في الكاستنج. محمد خضر في الحقيقه بذل مجهود كبير قوي ولجأ لمكاتب كتيره وعمل وقت طويل جدا عشان يجيب الشخصيات تكون فعلا شخصيات مناسبه لكل دور بتقوم بيه. عمل ستوري بورد، شفت خطوات احترافيه كما لو كنا احنا بنعمل فيلم كبير مش فيلم قصير. انا كنت لسه هسأل حضرتك عن كواليس الفيلم بقى، يعني فكره ان انتوا اساسا بتصوروا في الشارع وكل الناس اللي موجوده زي ما حضرتك قلت كده صعب السيطره عليهم، كانت الاجواء نفسها عامله ازاي؟ يعني هل في كان الموضوع سهل، كان صعب، كان متسيطر على الموضوع، الناس اللي حواليكم كانوا بيساعدوكم ولا لا؟ يعني كلمني اكتر عن الكواليس. تمام، خليني اقول لحضرتك ان محمد خضر وقت التحضير بذل مجهود كبير، إنه راح لمنطقة الحطابة واستعان بالناس اللي هم زي ما تقولي كده أكابر المنطقة، عم الناس. عايزين نيجي نصور عندكم وهنبقى ضيف عند حضراتكم، إحنا إخواتكم وعايزين نعمل حاجة بتوصل المعاناة والمأساة اللي الناس بتمر بيها. حكينا لهم الحدوتة ماشية إزاي، كان في تحضير كويس وفي معلومات اتقالت للناس، فخلت في تهيئه نفسيه عند الموجودين هناك. لكن فكره ان هم فجاه يلاقوا ناس موجوده وكاميرات بتتنصب وجو تصوير، هتلاقي بقى اللي بيعدي من قدام الكاميرا واللي بيعمل باي باي، هتتعرضي لمضايقات وغيرها من التفاصيل اكيد حضرتك عارفاها. لكن هو كان الذكاء في ان انت ازاي تدخل للناس بمدخل انساني تحسسهم ان هم شركائك في العمل. وده حاجه في الحقيقه تحسب لمحمد، يعني هو كان مخرج بيتعامل باحترافيه شديده جدا، رغم ان ده اول فيلم ليه، لكن انا شفت قدامي. ودي حاجه بعيدا عن المجامله، لان انا زي ما قلت لحضرتك كليه تجربه فيلم سينمائي طويل، شفت قدامي ان قدامي لا حد ناضج وحد بيتعامل بمنتهى الاحترافيه. والحمد لله كنا موفقين ان الناس كمان اللي كانوا موجودين كانوا ناس في غايه الطيبه وفي غايه الشهامه الحمد لله. والتعاون الحمد لله هي حاجه يعني في منتهى الواقعيه وفي منتهى الصعوبه بيني وبينك يعني. طبعا. لكن برضو يخليني اسالك يعني يا شريف، الفيلم المفروض داخل ان شاء الله مهرجان فرنسي كبير، هو المهرجان معلش عايز بس عشان نطقه، هو فرنش، هو اسمه ايه المهرجان؟ هو اسمه ايه كليمون؟ مهرجان كليرمون فيرون فيغون. كليرمون فيرون ده اهم مهرجان سينمائي دولي للافلام القصيره، اللي هو بيعادل في فرنسا قيمه مهرجان كان. يعني الحمد لله رب العالمين دي كانت خطوه احنا ما كناش نحلم بيها. احنا واحنا بنشتغل على الفيلم كان حلمنا ان احنا نشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، نشارك في عدد من المهرجانات العربيه والمحليه، لكن ما كناش نتخيل ولا نحلم ان احنا نشارك في مهرجان دولي. وزي ما ذكرت العديد من الصحف المصريه ان فيلم توك توك بيمثل مصر، الكلمه دي كلمه مرعبه يعني، وانا بقراها انا اشعرت. يعني انا طول انا ليا خلفيه صحفيه وكنت بشتغل في الصحافه لسنين طويله جدا، وكنت بكتب عن المهرجانات اللي في افلام مصريه بتمثل مصر فيها، لكن عمري ما تخيلت وانا بكتب خبر صحفي عن فيلم مصري بيمثل مصر ان هيجي اليوم ان يكون فيلم ده من تاليفي ويكون ليا فيلم بيمثل مصر. هو هيتعرض في مسابقه او في قسم خاص بالافلام الافريقيه اسمه رؤى افريقيه. تمام، لان هو زي ما حضراتكم عارفين ان اي مهرجان سينمائي بيكون فيه اكتر من قسم واكتر من هو القسم اللي احنا هيتعرض فيه فيلمنا فيلم توك توك هيكون اسمه رؤى افريقيه.
طب نتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا وان احنا نفوز بجائزه افضل فيلم يا رب. ولو لا قدر الله ما وفقناش يكفينا لا لا خير المشاركه يعني. يا رب وشنا حلو الحمد لله على كل الناس اللي كلمتنا ورحت مهرجانات ما تقلقش انا اشهد بده انا اشهد بده وانا بعزكم جدا على المستوى الشخصي واتمنى من حضراتكم ومن كل الساده المشاهدين ان هم يدعوا لنا ان فيلمنا ان شاء الله يحقق حاجه مش عشاننا عشان احنا بنمثل مصر في المقام أكيد. الاول وفي المقام الثاني نقول لكل الناس اللي هم عندهم احلام وعندهم مجهود وعندهم مشروع بيشتغلوا عليه ان لسه الاماني ممكنه ان انت تقدر تعمل حاجه وحتى لو الظروف كانت صعبه شويه لكن في الاخر انت ممكن ربنا يفتح لك سكه ما كنتش تحلم بيها مش بس جوه بلدك ده كمان على المستوى العالمي مظبوط يعني شريف نورتنا جدا وان شاء الله الفيلم كده يحصل على المركز الاول وكل التوفيق ليكم في الفتره اللي جايه المؤلف شريف عبد الهادي مؤلف فيلم توك توك شكرا شكرا جدا يا شريف بص نورا يعني الجميل في الموضوع ايه لا بقى لنا فتره الحمد لله في معظم افلام كده عندنا يعني افلام قصيره بالاخص يعني بتدخل مهرجانات وما شاء الله كمان يعني بتنول يعني استحسان ناس كتيره جدا ونجاحات ما شاء الله ولا احلى من كده ولا اجمل كمان